منير الخباز درس عند السيد الخوئي. نعم عزيزي، السيد منير الخباز درس عند السيد الخوئي وعند ابن السيد الخوئي. السيد الخوئي عنده ولد، إذا شايفين صورة صورة طلعونها للسيد الخوئي لما طفل صغير، هذا اسمه سيد جمال، جمال الدين الخوئي. هذا سيد جمال الدين الخوئي اضطر لترك العراق بسبب تعرضه لمحاولة اغتيال، اعتقد في السبعينات. وعندما ظهر خرج إلى سوريا. هناك في سوريا درس عنده السيد منير الخباز. طبعا هو السيد لم يستمر كثيرا هناك لأنه أصيب وتوفي في طهران. والسيد منير الخباز درس عند، طبعا درس عند سيد جمال الدين الخوئي أعتقد كفاية الأصول، ودرس عند السيد الخوئي البحث الخارج، أو حضر عنده البحث الخارج، هسه كم سنة ما متأكد حقيقة. نعم نعم بدي السيد السيستاني، نعم نعم هذا لا كلام فيه، أنه لأنه قرر درس السيد السيستاني، قرر كتاب الرافد، الرافد في علم الأصول. يا الله يا أرحم الراحمين. ما أدري هذا الكلام موجه لي، شو أكو تعليقات، ولكن ما أعرف هذا الكلام موجه لي. شيخنا بدأت الصفحات المشبوهة بتسقيط الشيخ محمد باقر ليروان، ليش؟ شنو المشكلة؟ الشيخ ليرواني رجل القمة، هذا ما يعني، هذا الرجل أساسا ما ممكن واحد يتعرض له حقيقة، هو ملاك، هذا ملاك. الشيخ ليرواني أساسا يعني عليكم السلام عزيزي حسن قاسم. هل السيد السيستاني يقول باجتهاد السيد صادق؟ ما أعرف حقيقة. ما. عليكم السلام ورحمة الله.